لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن هنا في العاصمة الأوروبية بمدينة بروكسل في مؤتمر يجتمع فيه عدد من الشخصيات وفي مقدمتهم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي مشهورة. وكان هذا المؤتمر عقب لقاءات نظمها والتقى فيها مع عدد من الشخصيات منهم البرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكي، وكل هذا يصب في نطاق التعايش والحوار وكذلك محاولة إبراز ما يسمى الإسلاموبيا من أجل نشر السلام ونشر التفاهم والتعاون على البر والتقوى، ومن أجل كذلك ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل والتعارف بين جميع أهل الديانات والتعاون على النفع العام الذي يعود بالخير وعلى الإنسانية والبشرية كلها، وهذا ما يصل إليه عقلاء البشر في مشارق الأرض ومغاربها. المجتمع عن الإسلام. أبشر. إنه هو التسامح. أبشر كذا. خلاص أنا أعرف ماذا الإسلام. وبالآخر لو تكلم.